بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد مو راحة. وعلى محمد، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. مظلوم يا غريب كربلاء، ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إلهي، متى غبت حتى تكون، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. عظم الله أجورنا وأجوركم، أسأل الله بحرمة أبي عبد الله الحسين أن لا يفرق بيننا وبين الحسين في الدنيا والآخرة إن شاء الله، وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. على محبة الزهراء الثانية. اللهم صل على على محبة الحسن والحسين الثالثة بأعلى أصواتكم. هذه صوتها مقلوب كلش مأذيني، البارحة كانت أحسن كأنهم مقلوب صوتها. الموضوع الذي حصل على الرصيد الأكبر من الاهتمام والأهمية في القرآن الكريم موضوع تربية النفس. هذا الموضوع مهم إلى درجة بحيث لما نقرأ القرآن من الجلد إلى الجلد نرى أن الله سبحانه وتعالى يقسم 7 مرات في القرآن الكريم، وهذا الشيء لم يحصل في كل القرآن من الجلد إلى الجلد. الله عز وجل تكلم عن التوحيد، تكلم عن النبوة، تكلم عن القيامة، وهناك مواضيع أساسية ومهمة الله يتحدث عنها في القرآن. بعض الأشياء المهمة الله يقسم لها مرة واحدة، بعض الأشياء مرتين، أكثر شيء الله يقسم له 3 مرات. الآن لضيق الوقت ما أحب أذكر شواهد، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر شيئا مهما فيقسم لذلك الشيء المهم 7 مرات. هذا الشيء ما حصل إلا مرة واحدة في القرآن الكريم. والشمس وضحاها، هذا القسم الأول، الواو والشمس، هذا الواو يسموه واو قسم في اللغة العربية، يعني قسما بالشمس وضحاها يعني نورها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار، يعني قسما بالنهار إذا جلاها، إذا أبدأ نور الشمس، والليل إذا
يغشاها قسما بالليل الذي يغطي على نور الشمس، وهكذا إلى القسم السابع، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله يقسم سبع مرات حتى يقول هذه الكلمة فقط: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما أعظم هالكلمتين بعد سبع مرات قسم. فمنو قاعد يقسم؟ الله سبحانه وتعالى يقسم. يقسم سبع مرات حتى يقول: يا ناس قد أفلح من أفلح، يعني نجح، من زكاها، من زكى النفس. تزكية النفس يعني شنو؟ تزكية النفس يعني تطهير النفس، تطهير الروح. تطهير الروح من شنو؟ من النجاسات المعنوية مثل الحسد، لأن الحسد صفة نفسانية، صحيح؟ فهذه الروح لما تتلوث بنجاسة اسمها الحسد أو الكذب أو الجبن أو البخل، وهكذا أنت عدد هذه الصفات الأخلاقية المذمومة يسموها نجاسات معنوية. الله يقول: قد أفلح من زكاها، من طهر نفسه روحه من هذه الذنوب والمعاصي، وقد خاب. خاب يعني خسر، خاب يعني فشل. وقد خاب من دساها. دساها يعني شنو؟ دساها يعني دفنها، يعني غطاها، غطاها بشيء. بشنو؟ الله يقول خسر ذاك الإنسان اللي يدفن روحه في وسط الذنوب والمعاصي. خسر وفشل ذاك الإنسان اللي نعم يدفن روحه في مقبرة الذنوب والمعاصي، مثل هذا الإنسان الله يقول عاقبته في خطر. اليوم احنا في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام أيها الكرام، وبالخصوص أنتم الشباب، وهاي الأيام القادمة أيام أنصار الحسين، وأنصار الحسين مثل ما كان فيهم مشايخ كبار، وإن شاء الله نتوقف عند ذكر بعضهم يعني بمقدار ما يسمح لنا الوقت في ليلة الأنصار. كذلك كان هناك شباب، وإن شاء الله أذكر قصصهم في ليلة أنصار الحسين، ولهم قصص جميلة معبرة حقيقة. مولاي الكريم، احنا في مدرسة الحسين اليوم نتعلم من الحسين وأنصار الحسين وأهل بيت الحسين. شنو نتعلم؟ الجهاد الواقعي اللي هو الجهاد مع النفس. جايين هذول الجماعة من أصحاب النبي من غزوة، واحد إيده مقطوعة، واحد رجله مقطوعة، واحد سهم في وجهه، كذا مصارعين الموت. كان بينهم وبين الموت شعبة واحدة، فلما اجوا النبي رحب بهم: مرحبا بكم، لقد عدتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. يا رسول الله، بيننا وبين الموت شعرة واحدة وتقول عدتم من الجهاد الأصغر، إذن ما الجهاد الأكبر؟ قال: الجهاد الأكبر شنو؟ الجهاد الأكبر أنه نعم تحارب نفسك. وما أصعبه من جهاد حقيقة، أقول وما أصعبه من جهاد أنه الإنسان يوقف أمام نفسه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: يشهد الله علي أيها الأعزاء، وهذا القسم فقط وفقط للتأكيد ليس إلا، يشهد الله في يوم عاشوراء. هناك دروس وعبر كثيرة، من أبرز هذه الدروس والعبر شنو؟ الإنسان يتعلم أنه الإنسان الذي يصنع من نفسه عظيما كيف يكون في المواقف الصعبة. اليوم الحسين وأصحاب الحسين يعلمون بأن الرجل مو اللي عنده شوارب وعنده لحية، إنما يعلمون بأن الرجل هو ذاك الإنسان اللي استطاع أن يدوس على نفسه. هذا الإنسان اللي يدوس على نفسه مثل هذا الإنسان نعم يقدر يوصل إلى الدرجات اللي بلغوها منه أصحاب الإمام الحسين. أنا مسجل كلمة أريد أقولها لكم
هذه الكلمة من أحد الأعداء، أعداء الإمام الحسين عليه السلام. شي يقولون هذول أعداء الحسين يوم عاشوراء لما بدت المعركة؟ تفاصيل هذه القضية في ليلتها أنا أتوقف عندها، شاهد الكلام فقط من هذه المسألة. يقول أحد أعداء الحسين وينقل مباشرة من ساحة المعركة، يقول ثارت علينا عصابة، يقصد منه أصحاب الحسين، يقول ثارت علينا عصابة أيديها على مقابض سيوفها كالأسود الضارية تحطم الفرسان يمينا وشمالا وتلقي أنفسها على الموت لا تقبل الأمان ولا ترغب بالمال. كل المغريات ما تفيد معاهم، نقولهم تعال يا عباس انت صير قائد الجيش اترك الحسين، تعال انت يا حبيب يا دريد يا برير يا فلان تعالوا انتوا نعم نعطيكم اموال، يقول ما قدرنا نعم لا نغريهم بالمال ولا استطعنا انه نغريهم بالامان. ذاك عابس نعم يوقف ابن حبيب الشاكري، هذا عابس من خيرة اصفياء اصحاب الامام امير المؤمنين، في صفين كان له موقف، وهكذا يقال عنه انه كان يعادل 1000 مبارس. عابس ما كان انسان عادي، عابس ما كان انسان عادي. في حديث صحيح المؤرخين نقلوه انه امير المؤمنين في صفين قال لو كان عندي 1000 مثل عابد مثل عابس 1000 مثل عابس، يقول كنت اطهر الكرة الارضية من الشرك. لو عندي 1000 مثل عابس كنت اقضي على الشرك اللي موجود على وجه الكرة الارضية. هذا الكلام مما لا شك فيه مدح لمن؟ لعابس، عابس الشاكري. الإمام علي يريد يبين مقام عابس، منو هذا عابس اللي الإمام يقول له عندي 1000 رجل مثل عابس أطهر الكرة الأرضية كلها من الشرك؟ هذا عابس إلى موقف إن شاء الله تفصيل قصة تجي يوم عاشوراء، لأنه ما أقدر أتخطى قصة أذكرها يوم عاشوراء لكم. لكن هذا عابس يقول الراوي لما وقف صاحة الناس أيها الناس هذا عابس الشاكري نزل إلى الميدان، أبطال الكوفة اللي كانوا موجودين في معسكر عمر بن سعد قاموا يرجفون، يصح هل من مبارز ولا من مبارز؟ يقول الراوي وهو أحد الأعداء يقول والله لقد رأيته يطارد 200 إنسان في المعركة وهم يفرون من كما تفر الخراف من بين يدي الذئب هكذا، ويركض وراهم. المهم نزع الرداء، نعم نزع اللامة الحديدية اللي كان لابسه وما حد يتقدم، نزع قميصه نعم، فصاحوا عليه قالوا له يا حابس أجننت؟ قال إي والله حب الحسين أجنني. اللهم صل على محمد وآل محمد. حب الحسين أجنني. مثل هذول إذا ما كانوا يدوسون على أنفسهم في حياتهم العملية ما كانوا يصيرون عابس ولا حبيب بن مظاهر ولا مسلم بن عوسجة وهكذا نعم الآخرين من أصحاب هذول داسوا على أنفسهم. اليوم احنا نريد ناخذ درس، ناخذ درس من واقعة الطف أيها الكرام من الحسين وأصحاب الحسين، أنه الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، الإنسان إذا أراد يشوف رب العالمين في كل حركاته وسكناته، هذا الإنسان لازم يدوس على نفسه حتى يقدر يشوف رب العالمين. هذا الإنسان اللي يعبد نفسك، أمير المؤمنين روحي فداه يقول بهذا المضمون، يقول كم من عقل أسير عند هوى أمير. العقل لازم يخطط، العقل لازم يخطط إيجابا، لأن العقل شنو العقل؟ تعريف العقل، العقل قوة الإدراك والتمييز. الإنسان بواسطة عقله يميز بين الخطأ والصحيح، الحق والباطل، الحسن والقبيح،
الممكن وشنو والمستحيل، الخير والشر وغير ذلك. العقل قوة للتمييز بين هاي الموارد اللي ذكرناها. العقل المفروض يمنع الإنسان لأنه يميز وما يمنع، عفوا، لأنه مو شغله أنه يمنع، هو يوجه يقول هذا نتيجته زينة هذا نتيجته مو زينة. ولكن أنا أسألك سؤال، العقل اللي المفروض يخطط لصالح الإنسان، أنتوا سمعتوا إلا ما سمعتوا أنه أكو ناس حركوا عقولهم وخططوا لسرقة، خطط العقل لشنو؟ لارتكاب جريمة. العقل يخطط لشنو؟ لاعتداء أو قتل إنسان. صارت ولا ما صارت هذا في تاريخ للإنسان؟ إلى ما شاء الله كل يوم تحصل. زين، العقل يوم اللي يخطط للجريمة، العقل لما يخطط، ليش العقل يخطط؟ العقل يكون يخطط إيجابا مو سلبا، لأن مثل ما قال الإمام، كم من عقل أسير. العقل بحكم أنه الإنسان صاحب هذا العقل إرادته ضعيفة، خسر في المعركة بين العقل والنفس. النفس تغلبت على العقل، النفس اجت صارت شنو؟ صارت فارس، ودابتها حصانها صار العقل. فالنفس الآن تؤمر العقل، تقول له خطط لي حتى أسرق البيت الفلاني، خطط حتى أصيد فلانة. والعقل المسكين صار أسير بعد جندي للنفس، يقوم يخطط للشر. ويعني هذا الإنسان لما يوصل إلى هذه المرحلة تدق ناقوس الخطر إليه، تقول له أنت نعم مشرف على الهلاك إذا ما انتبهت إلى نفسك. أرجع للحديث، تربية النفس قضية مهمة إلى أبعد الحدود. الله سبحانه وتعالى من خلال القرآن الكريم وآيات، يعني آيات كثيرة في القرآن وروايات عن النبي والمعصومين، تبين هذا المعنى لنا، تبين بأن أخطر منطقة في شخصية الإنسان النفس. ليش؟ إذا قبل قليل في تعريف العقل قلنا العقل قوة الإدراك التمييز وغير ذلك، لما نوصل للنفس نريد نعرف النفس. شو نعرف النفس؟ النفس ما هو تعريفها؟ مركز الشهوات، مركز العواطف، مركز الميول. النفس مكان الصفات الأخلاقية إن كانت مذمومة أو كانت حسنة. النفس الأساس، الأساس لكل فعل يصدر من الإنسان في الخارج. هذه النفس كارثة، مشكلة إذا نعم الإنسان ما يربيها بشكل صحيح. مولاي الكريم، هذه النفس يجب أن تربى بشكل صحيح، وإلا هذا الإنسان عاقبته تكون في خطر. الآن تسألني تقول لي سيد قبل قليل تقول النفس مركز الشهوات، مركز العواطف، هذه النفس مكان الصفات الأخلاقية، اشرح لنا شوية. أنا أقول لك شيء، أقول لك شيء، وهذا سؤال أنت جاوب مع نفسك. أنت تحب وأنت تكره وأنت تبغض وأنت تحلم تصير حليم، وأنت وفلان البعيد يكون بخيل إلى آخره من الصفات القبيحة، أو العكس، فلان أنت صادق أنت شجاع أنت كريم. لما يقولون أنت كريم وفلان بخيل، أنت شجاع وفلان شنو؟ فلان جبان، من الذي يوصف بالجبن والشجاعة؟ من الذي يوصف بال، يقولون منو يحب؟ أول سؤال، منو يحب؟ عقلك يحب أم نفسك تحب؟ منو اللي يحب؟ النفس. العقل لا يحب ولا ما له علاقة العقل. العقل ما يحب، العقل ما يكره. العقل قوة التمييز بين الأشياء اللي ذكرناها قبل قليل وخلاص. النفس توصف نعم بهذه النفس تحب، النفس تكره. ولهذا شي يقول الإمام الصادق روحي فداه، الإمام الصادق يقول القلب حرم الله، القلب حرم الله، هذا القلب مكان لله سبحانه، يعني مكان لحب الله.
الإنسان بقلبه يجب أن يحب الله عز وجل. تذكرون البارحة، أنا ما أستحضر البارحة أو ليلة أمس، قلنا الحسين على الأرض وهو بتلك الحالة يقول إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. حب الله، حب الله، حب الله كان هنا في قلب الحسين. اليوم هذه دروس احنا لازم نتعلمها اخواني الكرام. ابو عبد الله الحسين قتل في كربلاء، ليش قتل في كربلاء؟ لان علاقة الناس مع رب العالمين توترت، حب الله ما كان في القلوب، الناس ما كانت تحسب حساب لله، الناس ما كانت تشعر بهيبة الله، الناس ما كانت تخاف من رب العالمين، الناس المسلمين، المسلمين مو البوذ، المسلمين ما كانوا يشوفون رب العالمين هنا وهناك، الله ما كانوا يشوفوه. الإمام الحسين عليه السلام راح للحج، الإخوة الكرام اللي رايحين للحج متشرفين يعرفون هذا المعنى، تروحون إلى صحراء اسمها صحراء وعرفات. الحج عرفات، حج التمتع يبدي من هذه الصحراء، صحراء عرفات يصير وقت الزوال، وقت الظهر تبدي أعمال الحج، حج التمتع. والحج عرفات، تبدي حجك من صحراء عرفات. طبعا تعرفون ليش سميت عرفات؟ لأن الله عز وجل لما أنزل أبونا آدم إلى الأرض سنتين، آدم في مكان وحواء في مكان، وآدم كان مشتاق إلى حواء وكان بكاء إلى آخره. بعد سنتين الله أذن فالتقوا في صحراء عرفات، تعرفوا على بعض، تعرفوا، فصارت سميت بعرفات، صحراء وعرفات. هسه مشاهد كلامنا، الإمام الحسين يروح للحج في صحراء عرفات، هناك جبل اسمه جبل الرحمة. الإمام الحسين يجي، بلا تشبيه، هذا الجبل الحسين في سفح الجبل، مقدمة الجبل، يجي يوقف وجهه إلى الناس وظهره وين؟ يسند ظهره على صخرة في سفح الجبل. الآن تصور الناس تلتفت، يعني عفوا تلتف حول ابن بنت رسول الله. الآن الحسين يريد يتكلم، أعمال الحج بدت، والله ينظر إلى أهل عرفات نظرة خاصة، والإمام يقرأ الدعاء المعروف بدعاء الإمام الحسين في يوم عرفة، ويوصل إلى هنا الكلمات اللي ذكرناها. يقول له إلهي أكو ناس تتحرك على وجه الكرة الأرضية ما يشوفوك وكأنه أنت غائب، إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ إش وقت غبت؟ هو الله عز وجل موجود في كل شيء نراه. أشيل إيدي أضاوع نفسي، أطالع نفسي، أنا شنو أشوف؟ منو خالق هذه الإيد؟ أنا ليث، منو خالقني؟ أنت جنابك أشوفك بعيني، منو خالقك؟ هذا الوجود اللي أمامي، الإمام الحسين يقول هذا الوجود كل أمامنا، أرفع رأسي أشوف آيات، علامات تدل على الله، أطالع يمين وشمال أشوف كل شيء يدل على الله. إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه؟ ومتى بعث؟ مو أنت أقرب إلينا من حبل الوريد؟ مو الله عز وجل يحول بين الإنسان وإرادته؟ طيب هذا الذي يحول بين الإنسان وإرادته يعني إيش كثر قريب مني؟ متى بعدت حتى، نعم، حتى الآثار هي التي توصل إليك؟ لكن شي يقول الإمام الحسين؟ يقول هذول اللي ما يشوفوك يتحركون يمين شمال، يروح ويجي، ولكن يشوف كل شيء، لكن أنت ما موجود أمام عينه. الحسين يقول وهو في صحراء عرفات وكأنه دعاء يدعو الحسين، يقول لعميت عين لا تراك عليها رقيبا. تنعمي على هذا الإنسان اللي يعصيك، يرتكب الذنوب والمعاصي، يحسب حساب للصغير والكبير،
ولكن ما يحسب حساب لله رب العالمين. اليوم اي دروس نتعلمها من الحسين؟ يوم اللي العلاقات كانت متوترة، نعم، مع المسلمين ومع رب العالمين، الحسين قال اعطدني لكن خلي هاي العلاقة ترجع كما كانت مرة اخرى. يريد يصلح العلاقة الحسين، يريد يعلمنا بانه الانسان بدون رب العالمين ما يسوى ولا شيء. لذا عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة، الصفقة يعني تجارة، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذا القلب اللي ما ليس فيه حب الله، والحسين يقول صاحب هذا القلب فاشل، تجارته فاشلة. لأن الدنيا، تدرون الإمام الهادي يقول الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. الحسين يقول من الخاسر؟ أما عبد الله من الخاسر؟ يقول وخسرت صفقة تجارة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. اللي حب الله ماكو في قلبه مثل هذا الإنسان الحسين يقول خاسر. لذا يتوجه إلى الله: ماذا وجد من فقدك؟ إلهي اللي ضيعك شنو حصل؟ الآن عندك تليارات من الأموال، عندك كل شيء ما تشتهي الأنفس موجود عند حضرتك، ولكن الله سبحانه وتعالى ما موجود عندك. شنو قيمة هذا الإنسان اللي كل شيء عنده لكن الله ما موجود عنده؟ ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ اللي وصل إلى الله هذا ايش ضيع؟ اللي وصل إلى الله حصل كل شيء، وهذا أمر يقيني. اللي يوصل إلى الله يعني أعطي الدنيا بما فيها، أعطي السماوات السبع بما فيها. الإمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول خصلة، خصلة يتحدث، يقول خصلة من لزمها، خصلة يعني صفة معينة إذا وجدت في إنسان أطاعته الدنيا وأطاعته الآخرة. شوف الكلام رجاء: أطاعته الدنيا وأطاعته الآخرة وربح الفوز، نعم، بالجنة. سألوه قالوا له: يا رسول الله شنو هاي الخصلة إذا وجدت في إنسان أطاعته الدنيا والآخرة وربح الفوز بالجنة؟ قال: التقوى، الخوف من الله. هذا الخوف من الله كان موجود في قلب الحسين، هذا الحب لله كان موجود في قلب الحسين وأهل بيت الحسين وأصحاب الحسين. أريد أن أقول لكم قضية وأعلم تعرفوها، لكن فقط أريدكم تلتفتون إلى، نعم، نقطة مهمة في هذه القضية. شوفوا اليوم هذه الدروس اللي احنا نريد نستفيد منها من أهل البيت عليهم السلام، من أبطال كربلاء. والآن يوم عاشوراء، الآن إن شاء الله الأيام القادمة تأتي وإحنا أكثر نتحدث عن عاشوراء. أكو تفاصيل هذه تقطع القلوب، هذا في وقتها إن شاء الله نذكرها، لكن فقط هالمقدار. عاشوراء، لما أقول لك عاشوراء وإنت ابن هذه المجالس جنابك تعرف يعني شنو عاشوراء بكل تفاصيلها المؤلمة. اليوم بعض الأحيان جنابك تسمع أحداث عن يوم عاشوراء. في البحرين كنا أتذكر، يشهد الله، في البحرين يا أخي، هناك في البحرين ناس عجيبين، أسأل الله يفرج عنهم واقعا، ناس على نياتهم طيبين، تعرف على كل حاجة، ما أقدر أتحدث، سياسات متحكمة وإلى آخره ودايسة على رأس بعض المساكين، وهذول حياتهم وجودهم كل حسين، حسين فقط. عادي والله الخطيب يصعد على المنبر يذكر له بيتين، يوقفون الناس يشقون ملابسهم، ما يقدر، ما يتحمل، حالات إغماء أخذ بالعشرات، ما يتحمل يسمع مصيبة الحسين. هذا يسمع يفقد شعوره، يفقد. فتصور، والله إذا أنقل لك مشاهد كلامي هو، لكن فقط فتصور مو طبيعية.
حب مو طبيعي للحسين. أنا أقول هذول يسمعون يفقدون صوابهم، يسمعون فقط. زينب عاشت كربلاء بشكل مباشر، تقدر تفهم هذا المعنى؟ عاشت كربلاء بشكل مباشر، يعني اللي أنا وأنت نسمعه والأشياء اللي ما وصلت إلينا زينب شافتها بشكل مباشر. أنا أسألك سؤال، وإن شاء الله يوم عاشوراء الظهر نقرأ مقتل سيد الشهداء، وبعدين بالليل أكمل لكم الأحداث بعد مقتل الحسين إلى الليل. ذيك بروحة مصيبة، بروحة ذيك مصيبة. فلما تسمع هاي المصائب كلها وبعدين تفكر مع نفسك، زينب سلام الله عليها، الإمام السجاد عليه السلام منتصف الليل، هذه ليلة الحادي عشر، يطلع من الخيمة يشوف عمته زينب قاعدة من جلوس تصلي صلاة الليل. أنا ما قاعد أنقول لك الآن مصيبة، أريد أنقول لك درس وعبرة من مدرسة الحسين. إنسان يربي نفسه يوصل إلى هذا المستوى من العظمة. اليوم أنت تسمع زينب تشعر بهيبة، ليش؟ هذه الهيبة لزينب روحي فداها. مين حصلت هذا الامتياز؟ زينب، يوم اللي ربطت نفسها بالله. الإنسان اللي يربط نفسه بالله الله يعطيه كل شيء، وهذا أمر طبيعي. أرجوك فقط انتبه وشوف أنا الملاحظات اللي أريد أتوقف عندها. الإمام مريض بمشقة، شاف عمته ما موجودة، هي خيمتين أخذتها زينب من عمر بن سعد، تفصيله يجي بعدين. نظر الإمام شاف عمته ما موجودة، طلع شاف خلف الخيمة سواد الليل عمته زينب قاعدة من جلوس تصلي صلاة الليل. أول شيء أسألك أنت بالله عليك، زينب اللي شافت كربلاء بكل تفاصيلها والآن تعبانة، مو عجيب زينب تقعد تصلي؟ يعني إذا ما تنام على الأقل كنت تقعد تبكي هسه، صح ولا لا؟ يعني هذا أضعف الإيمان، تقعد تبكي زينب؟ زينب بيا حالة الآن؟ زينب أنت بأي حالة حتى تصلين صلاة الليل؟ الإمام السجاد يوم اللي شاف عمته زينب تصلي صلاة الليل ما استغرب، ليش؟ هو يعرف منه زينب، لكن الإمام استغرب من شيء آخر، مو من صلاة زينب، لا، استغرب شاف زينب تصلي صلاة الليل من جلوس. صلاة الليل من النوافل، صلوات مستحبة، الصلوات المستحبة الإنسان مخير يصليهم هو وقاعد من جلوس، ومستحب يصليها هو واقف. الإمام ما مستغرب ليش زينب تصلي صلاة الليل ليلة الحادي عشر، لا، الإمام مستغرب مثل زينب شلون تعيف عمل مستحب وتقعد تصلي. الله أكبر. ليش؟ لأن الإمام سيد الساجدين يدري منه زينب، يدري هاي المرأة اللي ربت نفسها على حب الله، أي مصيبة لو كانت مصيبة الحسين اتهزها بلا شك. ما عاشت حتى 8 أشهر بعد الحسين، يوم عاشوراء انحنى ظهرها، شعرها صار أبيض، الماء الأبيض نزل على عينها. تقرأ أحداث 40 لما اجت كأنه زينب امرأة عمية ما تشوف، يقودها الإمام السجاد يوديها إلى قبر الحسين. تغيرت زينب، هذه مو زينب اللي كانوا يعرفوها قبل. موعدنا في الأخبار وصلت للمدينة، دخل محمد بن الحنفية فعزال الإمام السجاد، وإذا ينتبه يشوف في زاوية أكو فد أمر معالمها تماما متغيرة، تماما تماما. 30-35 سنة أكثر محمد بن الحنفية عايش ويا زينب، فشاف امرأة عجوزة ما عرفها، ما يعرفها، قال له منو هذه؟ قال هذه منو؟ الإمام سكت، لكن زينب تكلمت. وطبعا هذه أيضا لها تفصيل إن شاء الله، مو في هذه العشرة، في مجالسنا الأسبوعية بعد 10 محرم احنا نستمر نذكر هذه. شاهد الكلام، زينب متغيرة معالمة، لكن مع كل ذلك المصيبة عظيمة، المصاب جلل، لكن أيضا
كثر ما هذا المصاب جلل، زينب هم بذاك المقدار عندها عظمة، وهاي العظمة وهاي الهيبة في القلوب لزينب نتيجتها شنو؟ نتيجة شنو عفوا؟ نتيجة ذاك الحب الصادق لله، نتيجة ذاك الإخلاص لله. هاي الدروس اليوم احنا نريد نتعلمها أيها الكرام، نريد نتعلمها من مدرسة الحسين، نتعلمها من مدرسة عاشوراء، نريد نتعلم أنه الإنسان لما يدوس على نفسه عندئذ يرتقي، عندئذ يرتقي. اشقد ما تدوس على نفسك أكثر، اشقد ما تخالف نفسك أكثر، اش كثر ما أنت ترتقي إلى الدرجات العالية. وأكرر هذه المسألة مو مسألة سهلة، هذه القضية قضية صعبة. تطلع برا اليوم الصبح قاعد من النوم مشتهي تتريق، وانت تريد تحارب نفسك، تبدي من الاشياء البسيطة في حياتك. نفسك تشتهي اليوم كنت تتريق، انت تقول ما اتريق. عملية صعبة، شيء معين متعود عليه تسويه. الان بعد ساعة عندك برنامج لازم مثلا تتعشى، خلاص صارت الساعة 11، انت تريد تتعشى متعود. الان تريد تخالف نفسك، صار الصبح، ولهذا السبب يصير شهر رمضان المؤمنين شي يسوون الله يحفظهم، المؤمنين يسهرون الى اذان الصبح، صحيح يصلي صلاة الصبح وراها ينام حتى يقول انام للعصر. ليش؟ يقول اذا اقعد من صباح الله اصلي صلاة الصبح وانا توني قاعد من النوم، بابا هذه نفسي ما اقدر اقاومها، لانه نفسي تريد طعام، اتريد برنامجي امشي عليه. وفي الواقع اللي يستفيد من رمضان منه؟ مو ذاك اللي يقضي النهار بالنوم ويحيي الليل كله بالاكل والشاي والجقاير، ما سوى شيء هذا العاد. وين رمضان وفائدة رمضان؟ فائدة رمضان انه انت تنام الليل تظهر الصبح، وانت مشتهي الاكل ما تاكله، وانت نعم مشتهي برنامجك اليومي في الطعام وغير ذلك يكون مستمر، وانت قاعد وصاحب كامل ارادتك تترك هاي الموارد. والا شلون تدوس على نفسك؟ شلون تربيها لنفسك؟ ما ممكن تربي نفسك اذا مولاي الكريم قضيت النهار كله نايم. على كل حال، اذا تربية النفس مسألة مهمة. اليوم نريد نستفيد من هذه الدروس والعبر من مدرسة الإسلام، مدرسة أهل البيت. ولانا أمير المؤمنين روح الفداه، حاكم أعلى للدولة الإسلامية وحكومته جغرافيا غربا توصل إلى نهاية نعم ليبيا اللي هي بداية حدود الجزائر، وشرقا إلى أواسط روسيا، هذه الدويلات الروسية. حاكم كبير مثل أمير المؤمنين، لباسه كان الصوف الخشن. تعرف شنو الصوف الخشن؟ دعك لباس أمير المؤمنين، روح اشتري صوف عادي. إذا أنت رجل البس الصوف يوم يوميا، جسمك يقوم يحكك، بل حتى ممكن ينجرح. ليش؟ لأن احنا أجسامنا لطيفة، أجسامنا ما متعلمة على الخشونة. ذاك حاكم الأعلى للدولة يلبس الصوف الخشن. وأما طعامه فالخبز الشعير اليابس، هذا طعامه. وأما بيته، تروحون للكوفة، مسجد الكوفة، خلف مسجد الكوفة أكو هذا الآثار موجودة، آثار قصر الإمارة، وبصف قصر الإمارة أكو كوخ. ما لك علاقة اليوم، يؤسفني، اليوم ماكو تراث في الدنيا، ماكو دولة في العالم تجي تغير شكل التراث إلا في العراق. يا أخي بيت الإمام علي جاي مسوي طابوق أصفر، أنت قبحت البيت ما جملته. يا أخي هذا التراث اتركه مثل ما هو، رممه، مو تجي تسوي طابوق أصفر. ليش تغير شكله للبيت؟ عيف البيت كما هو. هذا البيت يربطنا بتراثنا، بماضينا، بأمير المؤمنين. والله بها مجال الداخل يغيروا بعد، فلشوا للبيت. انت شنو ناوي تبني بيت للإمام علي؟ لو هذا البيت انت تكون تحافظ عليه كما هو حتى يبقى تراث. تدخل في البيت شو تشوف؟ شايفين الحارات الضيقة؟ هي مو حارات، الحارات طويلة،
لكن هي مسالك ضيقة. يعني أنا ما أدري، أمير المؤمنين رجل خشن، رجل خشن. أنا أستغرب أقول حتى العباس روحي فداه، العباس إذا يدخل في بيت الإمام علي، شايفين العباس الطويل، إذا يمشي في هذا البيت لازم ينزل رأسه، لأنه إذا يوقف فالحائط يوصل لهنا الصدره. يا أخي بيت حاكم الأعلى للدولة الإسلامية، هذا مو بيت، كوخ بني من الطين، كوخ بني من الطين. يا أبا الحسن ليش تلبس الصوف؟ وكان إيجار على فكرها، مو بيته مو ملكه. يا أبا الحسن ليش تلبس الصوف وتأكل الشعير وتسكن في كوخ بني من؟ قال إنما هي نفسي. من المتكلم؟ من المتكلم؟ لا مرجع ولا زيد ولا عبيد، أمير المؤمنين المتكلم. إنما هي نفسي أروضها، أربيها بشنو؟ بالتقوى، بالخوف من الله. لكن ليش يا أبا الحسن؟ قال لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. هاي الروح، هاي النفس حتى تكون مطمئنة في يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم عظيم. الله يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء شنو؟ عظيم. الله العظيم يقول زلزال الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الله يقول ترى ماكو خمر بصحراء المحشر، لعدلول شلون سكروا يا رب. الله يقول وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهوال يوم القيامة، زلزال الساعة وما أشبه، أهوال الساعة خلت هذول يفقدون صوابهم، كل واحد منهم يصير مثل السكران. وهي الحالة أنا وأنت لازم نعيشها غصبا علينا. يوم من الأيام إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض منه أنا وأنت أثقالها، لازم يوم من الأيام أنا وأنت نعيش هاي اللحظات. الإمام علي يقول إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. الإمام علي روحي فداه، يقينا الجنة، مو الجنة، الجنة شنو قيمتها؟ بينما تتكلم عن أمير المؤمنين شنو قيمة الجنة؟ الإمام علي روحي له الفداء. وعدة روايات النبي وأهل البيت في مقامات، الجنة شنو موضعها أمام ذيك المقامات اللي الله يعطيها للنبي وأهل البيت وأصفياء الطاهرين؟ هناك مقامات عظيمة الله يعطيها لهؤلاء. لكن الإمام مدرسة يريد يربينا، شلون يربينا الإمام؟ الإمام يربينا بهذا الشكل، يربينا على حب الله، يعلمنا أنه يجب أن نشعر بهيبة الله سبحانه وتعالى. وإذا ما شعرنا بهيبة الله نفقد رصيدنا، الرصيد العظيم، رصيد الإنسانية. اليوم أنا مخلوق محترم عند الله، أنا يوم اللي نعم أعصي رب العالمين وأضرب حواجز بيني وبين الله أفقد قيمة الإنسانية عند الله، خلاص بعد كل شيء ما يفيد، أفقد قيمتي عند الله. أمير المؤمنين أكرر مثل هذه الموارد تحتاج تربية. اليوم إذا إنسان مسؤول مكان، قد مكان مهم، والناس بحاجة إلى هذا المكان، يعني هذا الشخص مهم يقضي حوائج ناس، المفروض هذا الرجل اللي حوائج الناس عنده وهو عنده قدرة الآن حكومة أو أي شيء آخر، العادة إلا من خرج بالدليل، هاي طبيعة الإنسان، العادة شوية يتغير، شوية يتكبر، شوية يشوف روحه، صحيح ولا لا؟ خلي الإمام علي حاكم، حاكم دولة، بينا جغرافيتها شكبراتها، بيته جنب المسجد، مسجد الكوفة، ما يتوضى بالبيت، رجل متواضع، رجل داس على نفسه، عاش في الحياة بشكل طبيعي.
أمير المؤمنين حاكم الدولة، كان يمشي بعض الأحيان الإمام علي ثلاثة أربعة يمشون وياه، الإمام يوقف يقول لهم خير إن شاء الله عندكم شيء؟ يقولوا له لا والله بس قاعد نمشي وياك. يقول لهم إذا عندكم سؤال اسألوا، إذا ما عندكم شيء لا تمشون وياي. ليش؟ الإمام يقول لأنه لما يكثرون هذول الناس اللي يمشون مع شخص، هذول يزرعون الغرور والتكبر في قلب العلزة. منو سوى صدام؟ صدام إذا إحنا ما كنا نهوس له، صدام لما شاف الصحة بعده وبعده صار صدام ولا لا؟ وهكذا حال أي إنسان آخر، لم إحنا الناس نعظمه نسويه، لا تعظمه اتعامل معاه بشكل طبيعي يبقى صدام كإنسان عادي، لكن إحنا نسويه صدام. وهلهم الإمام علي يقولهم عندكم سؤال؟ لا. يقولهم تفضلوا لا تمشون وياي. يطلع من بيت الإمام علي يجي للمسجد، مسجد الكوفة. طبعا ذاك اليوم مسجد الكوفة مساحته كان أكبر من مسجد اليوم، أكبر من اليوم. اللي رايحين الآن للعراق وشافين، وذاك اليوم هذا المساحة مسلم بن عقيل رضوان الله عليه مدفون في مسجد الكوفة، هاي المزارات مسلم بن عقيل غيره كلها ما موجودين، لأن مسلم بعد ما كان مستشهد صلوات الله عليه. فالمسجد كبير وشنو زحمة، عالم آلاف مؤلفة تجي الكوفة إن شاء الله في بعد كم ليلة أتحدث عن تاريخ الكوفة. الكوفة كان فيها 4 وقيل 6 مليون، يعذكر لكم شنو كانت حدود وجغرافية الكوفة حتى هذا المعنى يصير أوضح إن شاء الله. الإمام شنو سوى؟ العالم زحمة حتى تتوضى، الإمام أمر من الطول، يعني وين قبر مسلم بن عقيل الآن؟ من جهة مسلم بن عقيل رضوان الله سلام الله عليه إلى عرضا إلى آخر المسجد اللي ذاك اليوم كان أكبر من هاي المساحة، الإمام أمر أنه يبنون حوض من الطول إلى الطول. ليش؟ حتى يسهل عملية الوضوء على المسلمين اللي يريدون يصلون. فصارت المساحة كبيرة جدا، مساحة الحوض، ومع ذلك الإمام علي يطلع من البيت يجي يشوف العالم واقفة طوابير واقفة بالسرة حتى يصير دورها تتوضى. شو يسوي الإمام علي؟ وتوضى بالبيت أبا الحسن؟ لا، يجي يوقف بالدور بالطوامير مع الناس، حاكم الأعلى للدولة، الحاكم الأعلى للدولة يوقف ويا الناس. ليش؟ أولا الإمام يزرع التواضع فينا، يعلمنا أنه الحاكم أو الإنسان حتى إذا ما كان حاكم، إنسان عنده فد منصب كبير لازم يتواضع، لازم يكون شعبي. رسول الله كان رجل شعبي، الإمام عليهم رجل شعبي، يوقف حتى شنو؟ حتى يعلمنا الإنسان لازم يكون متواضع. ثانيا أنا حاكم الدولة، هاي الآلاف من الناس لعله أحد عنده مشكلة عنده حاجة ما قدر يوصل لي، فيشوفوني كل يوم أنا مع الناس، أحد عنده قضية يراجعني أنا الحاكم واقف وياه. ثالثا أخاف أحد ما يعرف يتوضى وصار رجل كبير ويستحي يقول أنا ما أعرف أتوضى. الإمام يقول لما أنا أمير المؤمنين أجل المسجد أتوضى قدام الناس، ذاك اللي يستحي يسأل يحيشوف أمير المؤمنين إيش قاعد يسوي، قاعد يتوضى. وضوئي مثل وضوءه، إذن وضوئي صحيح، هو ميزان. وضوئي مختلف، إذن أنا لازم أعدل وضوئي. وقف بالطابور الإمام علي، وصل الدور إلى حاكم الأعلى للدولة. قاعد نتحدث عن الإنسان اللي يدوس على نفسه، الله يعطيه عظمة. علي روحي فداه صار عالي، علي عظيم، والعظمة لله، علي عظيم. ليش؟ لأن ضرب الرقم القياسي في هذا المجال، داس على نفسه. هذا نفسه كان عبادة، ومع ذلك يوقف يبكي ويتململ في محراب، يتململ يعني يتقلب، يروح يمين وشمال يتقلب يتململ تململ السليم. السليم يعني الجريح، السليم في اللغة العربية يعني اللي بدنه سالم ما في ولا عيب ولا مشكلة، والسليم يعني الجريح المجروح في ساحة الحرب،
في اللغة العربية يسموه سليم. ليش هذا ليش الإمام يقول الراوي يقول الإمام كان يتقلب تقلب السليم؟ لأن السليم يعني الجريح في المعركة، كثر ما ضاربي بالسيوف وطعني بالرماح من شدة الألم شي يسوي؟ يتقلب من شدة الألم. الإمام في محرابه يتقلب مثل ذاك الجريح اللي في ساحة المعركة، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين ويقول يا دنيا غري غيري، ما لقيت واحد ثاني غير علي، ما لقيت أحد غير علي جيت صوب علي ابن أبي طالب، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، يا دنيا خطرك كبير وعيشك حقير وعمرك قصير. ثم أمير المؤمنين اللي نفس عباده انفجر بالبكاء وضرب بيده على لحيته وقال آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. إذا الإمام علي يقول آه من قلة الزاد أنا المسكين ليث واللي مثلي شنقول؟ إحنا شنقول؟ شوف الإمام يعلمنا هكذا، هاي تربية النفس، نفس عباده ويشعر بالتقصير مع الله. اليوم في مدرسة أهل البيت، في مدرسة الإمام الحسين، هاي المعاني خلي نتعلمها أيها الكرام. الإنسان يوم اللي يدوس على نفسه ويربي نفسه تربية صحيحة مثل هذا الإنسان يكتسب العظمة، والعكس تماما صحيح. في يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء لما أعداء الحسين، تذكرون الكلمة اللي قرأتها في بداية المجلس، وإن كان المفروض أخليها أقرأها في نهاية المجلس، الكلمة في حق أصحاب الحسين حتى المتأخرين هم يسمعوها، لكن ما يخالف. هاي الكلمة اللي سمعتوها في البداية عن أصحاب الحسين تدل على شنو؟ تدل على إصرار أصحاب الحسين، كان عندهم إصرار على شنو؟ أنه يكونون مع الله. هذا الإصرار الشديد، هذه الشدة في حب الله، الخوف من الله، التضحية من أجل الله، العمل من أجل الله، من أجل دين الله، كل هذه الشدة والحب لله عز وجل عند الحسين وأصحاب الحسين، قابله ماذا؟ قابل هذا الحب وهذا الإخلاص شنو؟ قابل هذا الحب وهذا العناد، هذا الإخلاص عناد ونعم شراسة عند العدو. بمقدار ما الحسين وأصحاب الحسين كانوا يحبون رب العالمين، بمقدار حب الحسين لله أعداء الحسين كان عندهم نذالة بهذا المقدار. الحسين إش كثر يحب الله، بذاك المقدار أعداء الحسين كان عندهم كره لله وللحسين وأصحاب الحسين. ولهذا السبب إش كثر الحسين كان عنده إصرار أنه يكون مع الله ويضحي بنفسه وعيالاته من أجل الله، ذولاك هم كان عندهم إصرار أن ينتقمون ويمثلون بالحسين وأصحابه حتى يرضون منه، حتى يرضون نفوسهم الحقيرة. ولهذا السبب شنو سووا يوم عاشوراء؟ شوفوا هذه نتيجة الإنسان اللي ما يدوس على نفسه، يعني أقول لكم صورة الآن، هذا الإنسان اللي ما يدوس على نفسه، هذا الإنسان اللي يتحول عبد، عبد يصير إلى نفس الأمارة بالسوء، هذا يصير عنده استعداد شي يسوي؟ يدخل أحدهم على خيام الحسين، هذا بعد ما قتل أبو عبد الله. أنا ما يخالف أن أقول لك صور، وإن كان أم عزيز علي أقول وعزيز، لكن هي بنفس الوقت الآن أحسبها مصيبة، وبنفس الوقت هي أيضا من الدروس اللي نتعلمها، مثل ما نتعلم من الحسين وأصحاب الحسين نشوف هاي الشدة في حب الله والإخلاص، كذلك هاي الصور المؤلمة أيضا تعلمنا، تعطينا درس
تعطينا درس بأن الإنسان لما يقطع ارتباطه مع الله يتحول إلى وحش مثل هذول أعداء الحسين. حسين كان عنده بنت عمرها 7 سنوات اسمها فاطمة. يوم عاشوراء هذه البنية بنت مو ولدها، وتعرف البنت يعني شنو؟ ريحانة وردة رقيقة البنية. الآباء يعرفون البنية تكون عادة مدلعة وكذا، ليش؟ بنت عنصر ضعيف مو مثل الرجل مثل الذكر، هي ضعيفة بنية. بنية ذابحين أبوها قدامها، بنية قاتلين أعمامها وأقربائها، والآن هاجمين على الخيام وخيمة مشتعلة بالنار، توها مشتعلة وخايفة هاي الطفلة جامدة قاعدة في داخل الخيمة من شدة الخوف. لا تخلي عينك بعيني رجاء، روح شوية الكربلة أنا أصور لك، بعد هاي أيام العزاء أنا أصور لك أنت. نعم تخيل الكلام اللي أنا أقوله لك. يدخل واحد من الأعداء يشوف هاي الطفلة قاعدة الآن، بنت الحسين محجبة 7 سنوات محجبة، الأخوات يسمعون. أخاف وحدة حجابها مو عدل. يا أخواتي الكرام، فاطمة وأكو قصة أنقلها يوم عاشوراء لكم عن هذه البنت حتى تعرفون بنات الحسين شلون الحسين علمهم على الحجاب. كان عندهم حب الله، يطيعون رب العالمين، ما يخالفون أوامر. وكذلك إن شاء الله بناتنا كلهم الشكل يقتلون بالسيدة زينب وبنات الحسين. هذا اللعين دخل في الخيمة شاف هاي الطفلة، الآن طفلة يا أخي اترك أنه بنت النبي، أصلا اترك أنه مسلمة. لو كانت كافرة فاطمة بنت الحسين، حالة إنسانية طفلة ذابحين أبوها، طفلة حارقين خيامهم، خايفة، حالة إنسانية ساعدها إلى حين. شنو سوى مولاي الكريم؟ اجا اعتذر منكم بالخصوص انتو سادة المجلس سماحة الشيخ، الغيارة اللي عندكم غيرة على عرض رسول الله. والله انا يوم اصبر نفسي وياكم، وإلا اذا اريد نعم انفجر بعد شلون تسمعون مني. يمد ايده الخبيثة وين على اذان هذه الطفلة. زين شاف هاي الطفلة نعم خايفة، انت تريد تاخذ القرط التركية اللي بإذان فاطمة، تريد تاخذ القرط، قلها اعطيني القرط هي تنزعها تعطيك اياه. اخذ القرط، زين القرط تقدر تطلع من الإذان، طلعها الى حين ما طلع، شنو سوى؟ اخذ القرط وسحب ظلي جرة وشق اذان نعم ام فاطمة بنت الحسين. طفلة 7 سنوات شق إذانها، ليش؟ شق إذانها حتى نعم يحصل على هذا القرط. هاي الصورة الآن أنت تخيلها مولاي الكريم، هاي الصورة منو يعملها؟ إنسان خبيث مثل هذا الفاعل، منو وصل إلى هذه الدرجة من الخوف؟ نعم حبه للدنيا، عبادته للنفس الأمارة بالسوء وصلته إلى هذا المستوى. أريد أن أقول لك صور بعد صور. الحسين قتل، روحي له الفداء، قتلوا للحسين. انتهت القضية؟ لا والله ما انتهت القضية. يقول الراوي اجى أحد اللعناء شنو شاف؟ شاف الحسين في يده أكو خاتم، الحسين لابس خاتم. روحي لك الفداء هبا عبد الله. شوف الصور رجاء، شوف هذول ايش كثر كان، ايش كثر ما ليش قلت لك كثر ما الحسين كان يحب الله، بهالكثر هذولهم كان نعم كانوا حقراء وانذال. شاف الخاتم بيد الحسين، زين الخاتم اسحبه طلعه من اصبع الحسين صريع على الارض طلعه. مولاي الكريم يقول الراوي كثر ما الحسين كان نازف دم، هاي الدماء كانت مغطية هاي المنطقة، منطقة الخاتم، فهذا كل ما يريد يحرك الخاتم هذا الدم صاير مثل نعم مانع يمنع حركة الخاتم. طيب هو يريد يحصل على الخاتم شنو سوى؟ شاف الطريق الأسهل هو أنه يقطع إصبع الحسين، يقطع إصبع الحسين وبعدين يأخذ للخاتم. هذه الصور وغيرها حصلت في كربلاء.
شوفوا الإنسان أيها الكرام، لما قلت لكم يا شباب في البداية، لما قلت لكم الله اهتم بمسألة تربية النفس، ليش؟ لأن الإنسان إذا أهمل نفسه، الإنسان إذا ما ربى نفسه تربية إسلامية صحيحة، عاقبته يصير مثل هذول الأمثال، يقوم يرتكب الجرائم، يعتدي على الآخرين، يسرق، قد يأكل الربا، يفعل المحرمات، قد يروح يزني والعياذ بالله، قد يشرب الخام. الإنسان لما ينحرف عن خط الحسين يقوم يرتكب هاي المحرمات. والله صدقني أيها الكريم، قاعد أروح يمين وشمال وأنا متردد، والله أنا متردد، أكو كلمة في بالي، صورة هي تشوفون. أنا ما أشوفكم، ليش أقول لك غمون؟ أنا ما أطالعكم، أنا لما أقرأ المصيبة أغمض عيني أشوف كربلاء وأسولف لك من كربلاء. لهذا السبب والله الصورة تروح وتجي أمامي وأنا متردد، أي ما أدري أقولها لو ما أقولها. مولانا جيش الحر لما قاطع الحسين في الطريق، أكو شخص تأخر وصل وهو عطشان، الحسين قدم له الماء، هذا الرجل شرب الماء وكذا. الآن لازم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لازم يرد هذا المعروف للحسين، غير الحسين أحسن له، هو عطشان وهم ما عندهم ماء، الحسين سقاه. يوم عاشوراء، عذرا منك يا رسول الله، لأن أنت صاحب العزاء وأنت تدري يا رسول الله، أنا ما أذكر مثل هذه المصائب، يشهد الله إلا لأنه أنت أمرت أنه نذكر مصائب الحسين ونذكر الناس بهذه المصائب. هذا اللعين يوم اللي الحسين كان يسقي ماي، تعرفون شنو كلمة تكة في اللغة العربية؟ التكة مثل حبل أو مثل نعم إحزام أو شريط يشدون في أعلى السروال. هذا من ذاك اليوم نظر إلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فيوم عاشوراء الحسين على الأرض، يقول الراوي شنو؟ يمين الحسين ويسار الحسين صوب بطنه ونعم فخذيه، الحسين خال ايده هالشكل. هذا اللعين اجى يريد ياخذ سروال، يعني تكت سروال الحسين. الله اكبر. الان يريد دماؤه الى اخره، يريد يطلعها، يد الحسين لاصقه كانه على بطنه ونعم فخذه، فقطع يمين الحسين وشماله. هو حسين انت في قلوبنا ابا عبد الله. اخذك الى صاحب العصر والزمان، انا اسكت بعد، اخلي صاحب الزمان شوي يتحدث عن جد الحسين، يوصف لنا الحسين وأصحاب الحسين في يوم عاشوراء. الإمام الحجة في زيارة الناحية، هو يسلم على الحسين جده، ولكن شوف الكلام، وصف للحسين وأصحاب الحسين في يوم عاشوراء. شوفوا هذول الأنذار اللي نعم عبدوا الدنيا واتبعوا نعم خطوات الشيطان، هذول شنو سووا في يوم عاشوراء؟ شو يقول للإمام الحجة الجد الحسين ومن مع الحسين؟ شلون يتكلم وياهم؟ حافظ على حماسك، بارك الله فيك. السلام على المرمل بالدماء، المرمل يعني الملطخ، السلام على المرمل بالدماء، السلام على غريب الغرباء، السلام على من بكته ملائكة السماء.
السلام على الجيوب الممرجات، الجيوب يعني الصدور، المبرجات يعني المصبوغات بالدم. السلام على الجيوب الممرجات، السلام على الشفاه الذابلات يعني الشفاه اليابسة من العطش، السلام على النفوس المصطلمات يعني المستأصلات، جروها جر من الأبدان، هي ضربوا الحسين بالسيوف حتى يسحبون روحه. السلام، وشوف هذا التعبير يا صاحب الزمان، روحي فداك. السلام على الأرواح المختلسات، الأرواح المختلسات يعني الأرواح اللي أخذت اغتصابا. الإمام يقول هي يطحنون جد الحسين بالرماح وكأنه سرق، يسرقون روح الحسين من بدنه وهو إلى. السلام على الأرواح المختلسات، السلام، هذا المعنى اللي ذكرت لك إياه قبل قليل، السلام على الأجساد العاريات. الله أكبر، ما أقدر أشرح لك وإلا أكو صور، وهذا تخصص تاريخ، أكو صور بيوم عاشوراء حصلت، حتى يوم عاشوراء ما أقدر أذكر لك إياه، خلاص تكفي أنه تبقى في بطون الكتب، ماكو حاجة نسمع فيها. السلام على الأجساد العاريات، السلام على الجسوم الشاحبات، الشاحب يعني المتغير، متغير لونه، لون بدن الحسين وأصحابه تغير. تصور مولانا شمس تصهرهم، دماء تراب، أيها حسينا. السلام على الجسوم الشاحبات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الأعضاء المقطعات، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على المجدلين يعني النايمين، السلام على المجدلين في الفلوات يعني في الصحراء، السلام على الكلمة يحتذيك، السلام على المظلوم بلا ناصر، تتمنى تقول يا ريت أنا موجود وأكون ناصر لأبي عبد الله. السلام على المظلوم بلا ناصر، السلام على المدفونين بلا أكفان، السلام على الرؤوس المفرقة عن الأبدان، السلام على الأبدان السليمة، السلام على العترة القريبة. الله، وغير ذلك من الكلمات اللي سنشير لها إن شاء الله في وقتها، هذه التفاصيل وكلها. أكو كان مصيبة أريد أقرأها لكن يحغيرها، ما أدري ليش راح هواية إلى زينب، خلي هاي الليلة فقط أذكرها، وإن شاء الله باكر نذكر دخول الحسين إلى كربلاء والتفاصيل المرتبطة بهذه القضية. مولانا عام تعاملوا مع الحسين بهذا الشكل اللي نقلته لكم الآن، ثم أخذوا النساء والأطفال سبايا، وإن شاء الله التفاصيل بعد العشرة إن شاء الله كل ليلة نتوقف، التفاصيل مؤلمة جرت أو حصلت لعيالات النبي. اخذوا السبايا لتبرد رجاء، هذه زينب العزيزة، يا الله لقولاه إلهي ما نبكي على الحسين وزينب وآل الحسين لأن عندنا حوائج أو نطمع نقول لك يا رب اقضي حوائج، أبدا، إلهي نبكي على الحسين لأن الحسين يستحق البكاء، نبكي على زينب مو لأن عندنا حوائج، لا، لأن زينب تستحق الحزن والبكاء. إلهي نبكي وقلوبنا تحترق لأن بهذه الحرقة نعلم بأننا نتقرب إليك، فيا الله اخذوا القلوب إلى زينب العزيزة، اخذوا النساء والأطفال سبايا من بلد إلى بلد ومن مجلس إلى مجلس، والله يعز عليكم تسمعون، تسمعون الرجال كانوا يتصفحون وفتوه ثلاثة.
سكينة سكينة تقول لسهل بن سعد الساحلي قالها أنا صاحب جدك يا رسول الله عندك حاجة؟ قالت لها معك مال عندك فلوس؟ قالها إيه. قالت لها ادفع فلوس لصاحب نعم لحامل رأس أبي الحسين. ليش يا بنت الحسين؟ قالت هذا حامل رأس أبي الحسين يمشي ويانا ويا النساء، فالرجال يتصفحون وجوههم ويضعون رأس أبي الحسين. اعطي مال، اتعلموا يا نساء يا بنات اللي تسمعوني، اتعلموا هكذا الحجاب والغيرة والشرف والعفة بارك الله فيكم. تقول للسهل اعطي فلوس لحامل رأس أبي حتى يتقدمنا، فالناس تشتغل برؤية رأس أبي ولا تنظر إلينا. اسمع اسمع، سكينة تقول لي يا سهل والله لقد خزينا بالكفرة المليئة. اسمع ليه الناس تتفرج عليه، اريد منك يا حسن مبارك الله فيه. اسمع ليه الناس تتفرج عمت عينا الصيد بالعمل ويخسر قال غايب ومن وراسه على الرموح لين ترفع. الله يقول الراوي ثم يزيد امر ان ياخذوا النساء الى خريبه معروفه بخرابه الشام. اليوم قبر السيدة رقية هو خرابة الشام في وسط السوق. الله رايحين زايرين سيدة السيدة رقية، تصور حرم السيدة رقية خرابة ومفتوحة على السوق، الناس تتسوق. وزينب ابنة علي وام كلثوم بنات الرسالة بالخرابة. اخواني الكرام ايها الغيارة، بنات امير المؤمنين عفيفات طاهرات يريدون يصلون. زينب شلون تركع شلون تسجد وهي امام الناس بالسوق؟ بنات الرسالة يريدون يتمددون ينامون ما يقدرون. بأبي انتم وامي يا آل رسول الله. وإذا نعم في يوم من الأيام من وقت العصر إجوا ونصبوا حواميد وجابوا نعم قماش عملوا سور ورتبوها للخربة وفرشوا نعم فراش جديد. الكل مستغربين خير شنو صاير. جابوا نعم عارش كرسي كذا مرتب خلوه، وإذا مشاعل نارية كذا فضوا المكان. الحرس حاصروا المكان، جواري دخلوا فقط نساء. خير الصاير كل هاي الهوس ايرمان؟ قالوا زوجة يزيد، يعني زوجة يزيد يخلوا لها سور حتى ما حد يشوف شكلها وطولها. زوجة يزيد الحرس يوقفون برا والجواري وياها. الله أكبر. المهم زوجة يزيد كانت امرأة صالحة، لها قصة أذكرها بعد العشرة. هي كانت خادمة في بيت الإمام علي ولها قصة شلون تزوجت. بعد هالدقائق الأخيرة أريدك عفية تحافظ على حماسك. إجت هذه هند، هند إجت قعدت على الكرسي نظرت في الوجوه. هند قالت سبحان الله، يزيد قال لي هذول ناس كفار من الروم والديلم، لكن انا اعرف الكفار اشكالهم معروفة، لا حجاب لا كذا، شكلهم معروف، لكن هذول نساء محجبات اشكالهم اشكال مو مسلمات عاديات، اشكالهم اشكال اهل اول. طبعا زينب عنده اختها ام كلثوم،
همست في أذنها أخي هل تعرفين هذه المرأة؟ قالت لا. قالت هذه خادمتنا هند، جاريتنا هند يا أم كلثوم قاعدة على الكرسي وإحنا بنات أمير المؤمنين على التراب. هند عظمت النساء، حست اكو شيء ورا هذول النساء، فسألت أيتها النسوة أنتن من أي البلاد؟ الكل ساكتين نظروا إلى زينب. هند ما تدري هذه زينب لأن معالمها متغيرة زينب، لكن عرفت هذه المرأة هي كبيرة النساء. أخي أنتن من أي البلاد؟ فقالت سيدتنا زينب يا هند نحن من مدينة رسول الله. قالت على ساكنها السلام، وقفت على قدميها، قالت احتراما لرسول الله اقف على قدمي. ثم استدركت، قالت انتن من المدينة؟ قالت زينب نعم. قالت لكن المدينة ما بيها روم وديلم، المدينة ما بيها كفار، انتم من المدينة؟ زينب قالت هي. طيب انا اعرف بعض العوائل في المدينة، عرفي نفسك ايتها المتكلمة، انتم من يا قبيلة؟ انتم من يا عشيرة؟ المدينة عشائر وقبائل، انت الى اي قبيلة تنتمين؟ من عشيرتك؟ فقالت سيدتنا زينب يا هند نحن من عشيرة بني هاشم. سمعت بني هاشم تذكرت مولاها امير المؤمنين، جلست على التراب حقيرة دليلة امام زينب. اخي انت من بني هاشم؟ قالت ايه والله. إذن هسألك سؤال اسأل يا هند. قالت سيدتي أسألك عن دار مولاي علي بن أبي طالب. بكت زينب صاحت يا هند عمن تسأليه في دار علي؟ خل عن البيت، خل بعد ما في أحد، الأعداء ما خلوا أحد يبقى بهذا البيت. يا هند عمن تسألين في دار علي؟ قالت أسأل عن سيدي أبا عبد الله، أسأل عن سيدتي زينب. وما النساء ضجن بالبكاء، هي زينب ما قدرت تتحمل. زينب بكت تسألين شنو سبب البكاء؟ وإذا بزينب تتكلم، أنا زينب الحشوف. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمها من فجاءة. زينب تنظر إلى هند تقول أنت تسألين عن زينب؟ ها أنا زينب، أنا زينب الحشوف حلي، أنا سليت المصايب ما سلمني، أنا تمرمرت من زغر سني، أنا تمرمرت من زغر يا 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 رسل. أنا زينب يا هند وسألتي عن الحسين، ها وإن كنت تسألين عن المولى فهذا رسول فوق الظلام مذبوح من القضاء. أيوا حسينا، أيوا سيدا، يقول الرامي مرحومة حضراتكم، مرحومة
يقول الراوي وإذا به نظرت المذبوحة أبو علي والمسمية بنت علي زينب لقدت وجهها. زينب بعد تكلمها الهند بيت الدحى شنو لها زينب الهند تقول يا هند خال الدار بينه. اي والله سيدتي زينب خان الدهر بيكم والا زينب وين وخرابة الشام وين. يا هند خان الدهر بينه اخونا انقتل واحنا مزبينه. يا اخونا انقتل واحنا ولا طارش ويصل المدينة ويخبرها لي بالجرح لينا. والله وزعفة وزعفة الليالي قدرت بينا. بأذلتي ورثت مصائب أمها وبدت تقابلها بصبر أبيها. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي بحرقة قلب زينب بمصائبه زينب بلوحة زينب. إلهي بهذه العزيزة المظلومة يا الله عجل فرج إمام زماننا المنتقم للحسين وآل الحسين يا الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة. إلهي كاتبين على نعم حائط حرم سيدة زينب، زينب لازم تروحين. إلهي إلهي احفظ هذه الأماكن المقدسة يا الله من شر هذول الأنذال اللعناء. إلهي ارزقنا زيارة محمد وآل محمد في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة يا الله. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا الله. إخواني الحاضرين، سماحة الشيخ صادق حفظه الله، السادة المؤمنين جميعا، أنتم الكرام من أوصاني بالدعاء ومن لم يوصني بالدعاء، أخواتي المستمعات، إلهي بزينب الآن الآن جميعا اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتكم جميعا رحم الله من يقرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات.